صيد اليمام او العصافير واحدة من اكتر الهوايات المفضلة عند ناس كتير قوي. في ناس حرفيا بتدفع مبالغ بتعدي 50-60 ألف جنيه في بندقية عشان هواية. لو رجعنا سنة ورا هنفتكر ان انا صورت فيديو عن صيد العصافير وعن البنادق والحاجات دي، ولكن للأسف كان الشخص اللي موجود هو انا، وانا ما عنديش اي خبرة في حاجة زي كده، وعشان كده كان لازم نعمل جزء تاني من الفيديو ده، ولكن جزء اقوى يا جدعان. يعني مثلا في الجزء الاول انا رحت اصطدت لوحدي وما كانش عندي خبرة قوي، ولكن النهاردة قررت ان انا اجيب كابتن شريف شحاتة معايا في فيديو النهاردة، عنده خبرة جدا في حوار الصيد ده، وغير كده مش هنطلع لوحدنا، كل واحد هيطلع بالكلب بتاعه. ففيديو النهاردة قررت ان انا اعمل جزء تاني، وقررت اعيد التجربة تاني يا جدعان، ولكن المرة دي وانا متحمس لها اكتر، عشان النهاردة فيديو صيد ومفروض نجيب كلب بمواصفات الصيادة. فقررت ان انا اختار كلبتي بابسي. اللي ما عارفش بابسي، او اغلبيتكم ممكن يفكر بابسي هي كلبة زينة او كلبة لولو يعني زي ما احنا بنقول، ولكن عايز اقول لكم ان بابسي من الكلاب اللي نوعها اسمها دوتش هاوند. عايز اقول لكم ان النوع ده مخصص اصلا للصيد. بس من غير رغي كتير خلونا على طول نخش في الفيديو. بس اهم حاجة تأكدوا انكم عاملين لايك للفيديو ده، ما تنسوش توصلوا الفيديو ده 15,000 لايك، واهم حاجه انزلوا اشتركوا في القناه وفعلوا جرس التنبيهات. ما عادش فاضل حاجه، خلاص على 1,000,000 مشترك. ولو حابين انواع فيديوهات زي كده ما تنسوش تكتبوا لي في التعليقات. يا جدعان دلوقتي خلاص طلعنا زي ما انتم شايفين كده، بس الشنطه اهوت، المفروض معانا مين؟ يا بابسي. معانا بابسي، هتكون كلبه صيد النهارده. وصلنا دلوقتي عند الكابتن اهوت، لسه اول استلام من الكلاب. يا راح تقعد بعدين بقى تعمل ايه؟ يلا يا رب بالك، ده هم مشغولين بيها. أيوة. ولو اتصورك حل هتشوفوا حل لسه هتشوفه. عدى هتلر. كابتن تعب مننا والله، كابتن تعب مننا. الحديده اللي فوق حسب هتعضك هتلر، حسب هتلر. بابسي بيتعرفوا عليها بيرحبوا بيها بقى. تعالوا، ان شاء الله الكلب ده لونه مميز. لندا يلا حي، دي تحيه لعمر بوتشر احلى متابعينه بتحيينا. لندا حسن. عايز اقول لكم الفيديو بتاع كابتن شريف هتلاقوه في اول تعليق، روحوا اتفرجوا عليه، صورنا هناك عنده في قناته فيديو جامد قوي. خلصنا فكرة ترامب، خش بقى دلوقتي على اشرس كلب هنا عند الكابتن. الكلب ده نوعه جيرمان شيبرد. عايز ناخد جوله مع الكلب ونشوف ايه رد فعله لما يشوفني كشخص غريب في البساط. زي ما انتم شايفين يا جدعان ده رعد، رعد ده يعتبر اشهر كلب عند الكابتن زي بوتشر عندي كده. شايفين يا جدعان انا قاعد وسط بنادق وكل حاجات الصيد قدامي حرفيا، ومش بس بندقيه واحده يا جدعان، زي ما انتم شايفين 1 2 3 ما شاء الله. ده السلاح ده قلت سعره كام يا كابتن؟ دي عامله حوالي 70,000 جنيه. دي قايمن اكس نمره 2 ما شاء الله يا جدعان. غير المنظار طبعا، غير المنظار، المنظار ده الواحد عامله حوالي 7، المنظار ب7000. دي طبعا بنادق سي بي سي، سي بي سي يعني غاز، بضغط الغاز، خزنه اوتوماتيك تمام، بتضرب 12 طلقه. ده بيبقى المنفاخ في منها بمنافيخ من اول 12 13000 لغايه 25. يعني المنفاخ اللي عندك بكام؟ بحوالي 25. يعني البندقيه بعدها ممكن تكون عامله 100,000 ولا حاجه. لا وفي اعلى من كده كتير. وبعد ما شفت كميه البنادق اللي عند كابتن شريف واسعارها، كان عندي اسئله وفضول كبير قوي اعرف عن الهوايه دي اكتر، واللي خليني اشتري بندقيه سعرها يعدي 50,000 جنيه وفي فوق 100,000 جنيه بسبب حبي لمجرد هوايه. دلوقتي اي حد طالع رحله صيد اصطاد يمام عصافير الحاجات دي، ايه اهم حاجه اركز عليها؟ طبعا هي الصيد عموما بيبقى انا واحد غاوي، يا اما الصبح بدري يا اما قبل المغربيه بساعه. في ناس ثانيه بتحب تصطاد بالليل، ده بيشتغلوا على كشاف ان هو يصطاد مثلا يمام. طبعا صيدنا كله يا جماعه بيبقى على اليمام والبط المهاجر اللي هو الخضاري والحاجات اللي زي دي. الصيد بالذات طبعا المفروض تبقى مركز، تاخد نفس كويس كده وانت تصطاد، ما تضربش عشوائي وخلاص. نبص دايما في اليمام بالذات لما بيبقى في موسم للتزاوج او كده، ما بنرضاش طبعا نصطاد
علشان برضه ان هو يتقاصر. دي باليمامه تلاقيها فيها بيض من جوه، يبقى انت قضيت على زغليل اذا كانت هي بتاكلهم او اذا كان في اصلا يمام في بيض. ايه اللي يخليك برضه تشتري بندقيه السعر ده؟ يعني مع ان في بندقيه ثانيه سعرها ممكن تكون اقل وبتصطاد برضه. الصيد يا جماعه، طبعا الناس اللي هيبقوا متابعينك دول عارفين كويس قوي يعني ايه غية. انا واحد من الناس مثلا عندي الكوميتا اسباني، عندي الديانا الماني، عندي كذا نوع. نتكلم النهارده ان ديت مستعمله كده، دي مستعمله، دي موديل 90 او 92. إيه لو على مستعمله على وضعها كده بنتكلم مثلا في 17 ان شاء الله. ان شاء الله لو دي مثلا بتتكلم فيها النهارده الاسباني كده ده 12 13 غير المنظار. طبعا المنظار ده بيركب على الحقيقي لانه شعار سلك. أيوة. الشعار السلك ده بيبقى يستحمل رد الفعل بتاع البندقيه. انت ازاي؟ لان كل بندقيه لها رد فعل. أيوة. ديت المناظير دي اصليه منظار اللي هو اليو تو جي. برضو المنظار ده انا كنت جايبه مثلا 9 سنين ب 8000 جنيه. المنظار ده زمن برضه. هنلف وهيبقى ان شاء الله يوم حلو. دلوقتي يا كابتن احنا بنعمل ايه عشان ابقى فاهم؟ دلوقتي انا لقيت البندقيه دي، جيت ادرب الطلق. طبعا في انواع من الطلق كتير. تمام. في طلق عاديه وفي طرق زي دي اسمها سلاج. دي سلاج بتبقى كده ودي كده. طبعا الطلق الفرق بقى بين دي ودي، دي تقيله شويه. نعم. طبعا انا جيت احط الطلقه التقيله في ديت، الطلقه اتحشرت. يعني انا حالا هو بضرب صوتها مكتوم ازاي؟ أيه. لو انا ما عنديش عده اصلا، ده انا كنت جايبه من الصين. ايدي ده بقى اللي هيطلع ده انا كنت جايبه من الصين. ده ايه بقى؟ دي بقى يا سيدي حاجه عشان اسلك بيها لو البندقيه حشر فيها حاجه. ازاي؟ طبعا انا لفيت هنا ما لقيتش الكلام ده خالص. انا بحب شويه الحاجه اللي بتاعتها، فاهمني ازاي؟ أيوة. انا ممكن اجيب سلك بس لا، انا اجيب الحاجه بتاعت البندقيه. انا بقى بحب اجيب الحاجات اللي هي ما بتبقاش عند حد. بص يا عمر بقى، بص كده هات الكاميرا، طلع لي كده 10 وعينه بعلك النظريه. لو حاجه زي دي مش معاك، طبعا في بنادق دي نمره 2، في نمره 1. لو حاجه زي دي مش مظبوطه، جرح الماسوره من جوه. اتكلم في ماسوره ب 20000 جنيه، جرح ماسوره من جوه وهتبهدل الدنيا. فانت حبيت صيد، يبقى انت المفروض حاجتها الحاجه النظيفه، الطلقه النظيفه علشان برضو الماسوره، عشان الكلام ده. طبعا اللي غاوي حاجه زي كده مش شرط ان هو يروح يا جماعه يجيب حاجات غاليه زي كده، عشان الناس برضو ما حدش يكتب في الكومنتات طب انت ليه الافتراء اللي انت فيه ده. أيوه. ازاي تجيب حاجه زي كده هي غاليه وانا غاوي؟ بحب ان انا اقتني، مش عمليه ان انا طالع حتى اصطاد. ده كاتم صوت. أيوة. كاتم ده برضو بيبقى ب 2000 جنيه بس. أيوة. هو نازل مع البندقيه نفسها. طب ايه كاتم الصوت برضو عشان نبقى انت واضح في الفيديو نوريكم كل حاجه. ده صوتها، شوف صوتها. بص الكاتم بقى، ده من غير الكاتم. اهدي شويه. ايوه فعلا. ايوه خدي شويه. طبعا دي يا جماعه مش كسر زي دول. هي دي مثلا دي كده اهي، تعمل كده. ده نفس اللي كانت معاه في الفيديو اللي فات. بس طبعا مولد ايه يا عم انت بتهزر؟ في دماغه عادي ما شاء الله. رد الفعل عامل يا مام يا مام. يعني ده نوع من انواع اللي هو بندقيه كسر. دي بقى عتله. يعني ايه ده عتله؟ إيه. ولازم تمسك الامان بايدك، لو ردت وانت تشتغل بيها تقطع صبعك حرفيا. رد السوسته لازم دي تمسك كده وتعمر براحتك ومعامل الامان. ايه ايوه ادي بقى. دي بقى مش منظرها بقى. بقى انت بتحط عينك كده اللي هي من هنا. ايوه سن نمله الدبانه. مع النشيكه. وبتضرب بقى ايه في دماغه. السلام عليكم. حقيقي بجد للناس اللي هتشوفني حالا، دي برقبه 100 بندقيه من الحاجات الغاليه والتقنيات دي. المفروض دلوقتي نزلنا وفي الطريق اهوت للمكان اللي هنروح نصطاد فيه. متحمس قوي الصراحه للرحله. بصوا كلنا طالعين ومعانا البنادق كاحلى كابتن شريف. بابسي هناك اهيت. بابسي يا جدعان صديقه الرحله، فرحان قوي بابسي. لسه طالع في شارع ابوها. بابسي قال يلا بابسي. ايوه بابسي. ايوه كان هنبدا في ضرب. بسم الله لسه بنجرب اهو. قلنا يا جدعان اول مكان شبه الغابه تقريبا، بس حاليا لسه ما لقيناش حاجه. وادينا في رحله تدور على يمامه وعصافير. طارت ما تتحركش وانا ممشي بيمامه ابدا. بص يا يمامه يا جدعان، كل ما نقف في مكان تمشي على طول. شوف يا جدعان هنجيبها ولا ايه؟ اوعى يا كابتن، اول فارس. اول فارس يا كابتن. احلى تعالى كابتن. ايوه 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 الله اكبر الله اكبر. وريني اول يا جدعان. ايه ده؟ اول عصفور. اول عصفوره. شكلها النهارده غطت عصافير كمان ولا ايه؟ حاول ادور على يا ماما. طارت. يلا روح. ما استطاعش.
يا عم وقعت ايه يا عم؟ له زر. انا جربت اضرب للاسف فشلت. كابتن خليه يحاول بقى. يا جماعه كانت واقفه ايه؟ بس كان فيها واقفه انا يا جماعه بس ما عرفتش اجيبها. انا في بطن وشفاف ميه هنا برضه يا رب نلاقي. ده حمام صح؟ ده كهرباء. ده كهرباء يا جدعان فيه. اهو يلا كابتن. ايه؟ وقع طار. لا والله. والله وقعت في الجنينه. يلا يلا جبنا واحدة. انا شفت الريش وقعت هنا كده. الريش اهو يا جدعان. بس هي فين بقى؟ في ريش اهو يا جدعان من اقسم بالله. بس احنا مش لاقيين. يلا متعودة. ها وقعت الله. ايوه يا كابتن. جبنا واحدة كمان هنا. جبنا واحدة. شيل رقبتها. ايوه بقلب جاي. ايوه يا مام. جبنا يا ماما وعصفور. ايوه يا كابتن. ايوه يا عمر. ادي يا كابتن وقع. يلا يا عمر حاسب العربيه. حاسب. جبنا واحده كمان يا جدعان. كده ثلاثه. ايوه ابو قلب ماي. ايوه كده كام؟ ثلاثه. احنا دلوقتي يا جدعان ماشيين. الدنيا حر الصراحه. طلع عينينا بس الحمد لله الرحله ما طلعتش على الفاضي. يعني جبنا لحد دلوقتي يا ممتين ويا عصفوره. ناقص انا بقى اجيب لان ما جبتش حد دلوقتي. يا جماعه عمر بيحاول يصطاد اهوت. طارت خلاص. نرجع وبعد عينك لغايه ما تلاقي زلمه. جت فوق دمنا ورا. طب استنى يا كابتن انا جايب النشان عليها بالظبط. شكلك ايه قدام الناس؟ شكلك ايه قدام نفسك؟ زعلان كده. شكلك ايه على قناتك؟ لازم اصطاد واحده. عالكثفه اللي انت فيها يا حازم. خيرا لقينا ميه. بابسي خدي ميه. تعال معانا. ثابت يا عيني. اشرب. عادش قادر يا جدعان. اشرب يا بابسي. ثابت معانا يا جدعان. اشرب. انتوا ايه؟ طب يا بوتشر؟ ماشي يا عم. اعملوا بقى باي للكاميرا. يا جدعان الناس اتلمت. انتوا ايه؟ بوتشر في البيت. ماشي. انت عمر النبي مصر كلها وكل حاجه. طب ايه ده؟ استنى يا عمر. ها؟ عن ابعد عينك. يلا بقى الله يبارك لك. قلت لك جاي. اعتبروها جت اهي. هو يلا يا عم هناك. ايوه ادي يا عمر. جامد. ورق الشجر. هو في ايه؟ انتوا جايبيني هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ حاولت اصطاد ولكن للاسف كابتن شريف بيضحك عليا يا جدعان عشان ما اصطادتش. هيصطاد. لازم نوريكم وهو بيقنص يماميه. انا مش هقفل الفيديو غير لما اجيب شويه. انا اللي هجيبهم باذن الله. والله يا جدعان زعلان بجد. زعلان. ما توقعتش بصراحه ان انا ما عرفتش اصطاد للدرجات دي. يعني انا مهارتي كانت في الاول في الجزء الاول كانت احسن بكتير. يلا متعوده باذن الله. ان شاء الله نجيب دلوقتي. انا كلام شنو ما طلعت حاجه. قول لي ده عشان بابس وقعت صح؟ اصبر. امسك. جبنا واحدة يا جدعان. اول يمامة يا جدعان. يعني السمنود يعني ضرب قلبك بنفسك. بس. واحدة كمان يا كابتن. حاسب بندقية. واحدة كمان يا جدعان اصطادناها. الله عليك غد. الله عليك. غدوة يمام النهاردة. ارفعها كده. صح خلاص هو. ارفع ايوه ادي. ان شاء الله. دعم الشيرة يا جدعان. ايوه يا مام. ما شاء الله. كده يابا الدنيا حلوة؟ ايوه فل. خدوا بالكم بنضرب ببندقية سبرنج مش بي سي بي. الله اخر محاولة ليك. يا جدعان كابتن. ان شاء الله يلا. يلا يا ابني. خايف يا جدعان كتير مني. يا عم يلا انجز على الطيب. يلا. ايوه يا عمر يا جامد. جد. اخيرا يا جدع. جبنا واحدة. كابتن قلت لك هجيب. طب الحمد لله. يلا يا جدعان نخش على اللي بعده. هتيجي ولا ايه؟ جت نزلت. ايوه. عاش. جبنا يا جدعان واحدة كمان. عاش. تيجي تضرب انتش على طول. ما تعطلش ايدك لان كل تاثيرها. مش كان بشوفهاش في المنظار. فين كده على عمر. يو تاني يا ماما يا جدعان. طيب يا جدعان
خلاص كده اعتبر هنا الفيديو بتاع النهارده. رحله كانت ممتازه جدا مع الكابتن شريف. كابتن شريف هو بطل حلقه النهارده يا جدعان. تاني بطل عمر احمد طبعا. حد ينكر انا خليت بطل. لا طبعا بطل جدا ما بيخافش من الكلام. شكرا لاحمد يا جدعان بجد بتاع معانا النهارده والشباب الصغيرين. انا عارف اللي كله ده دول اللي لموا الحاجه وشالوا الكلبه كل حاجه. وفي بطل انا نسيناه يا رحمه بابسي ما عادش لايك حبيبي بابسي يا جدعان. فبس يا سوشيال ميديا اهم حاجه لايك للفيديو ده. وعايز اقول لكم ان احنا صورنا حلقه جامده قوي هناك عند الكابتن شريف شحاته. هسيب لكم اللينك بتاعها في اول كومنت يا ريت كلكم تروحوا تشوفوها. واي حد يا جدعان بجد بجد بيحب الكلاب بيحب الحيوانات كابتن شريف شحاته من الناس اللي فعلا اقسم بالله بتقدم محتوى حلو جدا ومظلوم. فمستني هناك كلنا تشوفوا الفيديو هناك. بصوا قاعده يا جدعان الكاميرا. بس كان معاكم عمر احمد و شحاته احمد عمر شريف وسيف شريف. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.